قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذه واحدة. إذا هذه ما كفلت اسمع الثانية. لا تقنطوا من رحمة الله. إذا الثانية ما كفت كل ثالثة. إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا ما كفت كالثالثة في الرابعة. إنه هو الغفور الرحيم. أربع أشياء يقول ابن مسعود، هذه أرجى آية في كتاب الله.